كرامات الإنسان. إخواني منادلات وبنادي للحركة النقابية ببلد المغرب، على العهد باقون صامدون متراصون عن ملفنا المطلبي غير متنازلين، بندا بندا، محطة محطة، وقفة وقفة، اعتصاما وراء اعتصام، نثبت لمن كان فيه درة من الشك أننا سليل الحركة النقابية الأصيلة في بلدنا. تبي الشهداء لن يذهب شهداء، نحن ورثة عمر بن جلون، إدريس بن يزيدي، الحمصي، الطبيعي وآخرون، مسفحات الطبقة العاملة المغربية منذ كليب، على أن البريديات والبريديين تسيرهم مجموعة من العطور التي ترفض بشكل قطعي الانضباط للقانون كما أقره المشرع المغربي. فأتساءل إلى جانبكم، هل بريد المغرب جزء من المغرب أم بريد المغرب خارج طوع القانون للبلاد؟ واش المدير العام معين من طرف على السلطة مجبر باحترام القوانين أم جهات أخرى تحميه وتعطيه الضوء الأخضر لكي يخرق القانون؟ لقد أصبحت بريد المغرب والامتياز مشتل للعطور التي تتصدى وتتحدى القوانين في هذه البلاد. وغنعطيكم أمثلة أخواتي إخواني، فيما يخص الهيكلة اللي بلغنا بأن الحكومة رفضتها، القانون يلزم إدارة بريد المغرب وإدارة البريد بنك بأن يمرروا هذه الهيكلة عبر الممثلين النقابيين، وهذا منطوق القانون المغربي. القانون المغربي كذلك يمنع بشكل كلي باش يتم تشغيل عمال آخرين محل عمال المغربيين. اليوم أصبحت عندنا أمانة، مصلحة أمانة التي نعتز بانتماء إليها لأنها جزء من بريد المغرب. المسؤولين ديال أمانة ومعاهم المسؤولين ديال بريد المغرب يتحدون القانون في طنجة اليوم، في تطوان، في الدار البيضاء، مجموعة من المناطق جايبين عمال جدد ضدا في القانون. نحن اليوم في هذا العرس النضالي المستمر الإضراب المفتوح داخل مجموعة بريد المغرب، إضراب من أجل المطالب المشروعة، إضراب من أجل المطالب المشروعة للسعيلة البريدية، إضراب من لم نوقع توقيعا نهائيا على هذا. نعم توافقنا على بنوده ولكن التوقيع النهائي لم يقع، ورغم ذلك تم تمريره الى المجلس الاداري. نطالبهم اليوم طلب يعطونا يسلمونا النسخه النهائيه اللي داش داخل المجلس الاداري، كيرفضوا اخوات البريديات والبريديين، كيرفضوا يعطونا هذا المشروع ديال القانون الاساسي ولا هذا القانون الاساسي، كيرفضوا. عرفتي علاش الاسباب ديالو؟ لان الناس ديال بريد بوك ما باغيش هذا القانون الاساسي وكيعتبروه لا ما كيعنيهمش، وهذا كيعني غير واحد الجزء بسيط من البريديات والبريدين اللي توظفوا قبل من 2010. هذا بما يعني ان داخل مؤسسه ديال بريد بوك سوف تصبح عندنا الهشاشه في العمل، غادي يكونوا عندنا ثلاثه اطياف ديال البريديات والبريدين، الطف هم الناس اللي حنا ستاتيتار، وغادي يكونوا عندنا المتعاقدين، وغادي يكونوا عندنا واحد الفئه اخرى الله ما شمل القانون باغي يديروا ليها هما الناس اللي توظفوا من بعد 2010. هنا غادي الاداره غادي تدخل وسط البريديات وتقسم الوحده ديالهم اللي ما قلتوا عليها منذ زمان، هي الوحده الاجريه والنظاميه للشغيله البريديه. لا نطالب اشياء كثيره، نطالب بقانون اساسي يشمل جميع البريديات والبريديين، ويوقع عليه المدير العام
وكذلك يخص ماب مرسول، لأن ما يمكنش الغي مرسول إلا مرسول. لن أتكلم.